الله يحميه خاطر بحياته وفات لجوا لينقذنا منهم. وبعد الشيء اللي صار بكره رح روح اطلب ايد البنت يلي بحبها. خاطر بحياتك وفتت وطلعت بطل بنظر كل الناس. انا مالي راكد ورا البطولات، شفت انه هذا الشيء مناسب وعملته. ومشان هيك خاطرت بحياة الكل مو هيك؟ شو كنت مفكر؟ انه هالوسخين كانوا رح ينزلوا الاولاد عند اول موقف؟ لك كانوا رح يقتلوا كل الاولاد. شو عرفك هيك رح يعملوا؟ كنت بعرف لاني سمعتهم. طيب فهمنا، خلص لا تعملوا منا قصة. نحن فرقة واحدة عاكف، ما في حدا له الحق يخاطر بحياة حدا. بعرف هالحكي ما في داعي نحكيه، ولو ما كنت مجبور ما بعمل هيك شيء. بكفي بكفي، سكروا عصيري بقى، لسه كل شوي بتتنقروا. عيب هالحكي شبك، خلصنا. شو خلصتوا خناق؟ ممتاز، حلو كتير. عم تستقبلوا زميلتكم الجديدة بالفرقة بهالطريقة ما هيك؟ زميلتنا بالفرقة؟ الأنسة فايزة هلأ بلشت شغل معنا، أخصائية معالجة نفسية، شهاداتها من أمريكا وتخرجت بدرجة امتياز، وإنسانة ناجحة بمهنتها. دكتورة مجانين يعني؟ نفسانية. إيه فهمت، دكتورة مجانين. بالتا أنت بحاجة إلها؟ شش. فايزة خانم، بحب أعرفك على صالح اللي هو الأب الروحي للفرقة. من اليوم ورايح رح يشتغلوا سوا. الأخ صالح صباح الدين. فرصة سعيدة. أنا أسعد. الملازم إلكار سكاريالي، يعني نحن كلقب من إلو كارلوس. أهلا وسهلا. بالتا يعني رجب، والآنسة اللي هون وردة الشعبي عنا إليف خانو. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. وهذا الشاب اسمه الملازم عاكف. نحن التقينا قبل هالمرة. وقعة وسخة. انتو التقيتوا؟ وين؟ الحقيقة سيدي، الحقيقة اليوم الصبح التقينا، وطبعاً بالصدفة كانت. فيني أقول إنه أنقذ حياتي. لا مو لهالدرجة، الله يسامحك دكتورة. إلكار وعاكف قواد المجموعة. فهمت. وأخي صالح بيكون مستشارنا. ها وفي حربي كمان، عمود هي الشعبة. أهلين وسهلين. عاكف، إلكار، أنتوا تعوا معي. أمرك سيدي. فايزة خانم، بس بدي أسألك. مستشارة وجايبة شهادتها من أمريكا كمان. ما شاء الله ما شاء الله، ذكية وحلوة ما هيك؟ بالتا ها؟ شو رأيك؟ ما بعرف، أنا عيوني ما بشوفوا حدا غير فاطمة وبس. لك وطلعت بتعرفه لأخي عاكف كمان، يا ترى من إمتى بيكونوا ملتقيين؟ كارلوس أنت أصلاً عم تحكي هالحكي؟ لا والله عم بستفسر بس مو أكتر. دائماً يحاول يطور قدراته على التعامل مع الغير. يلا يا شباب خلاص بكفي هيك، روحوا ارتاحوا بالبيت. والله يا سيدي لو كان في بيت رحنا من زمان. ولك مو اتفقنا تروحوا لعندي؟ خلاص ولا يهمكن، أنا رح حل هالقصة. شكراً سيدي. ليك إليف طلعت؟ إليف كانت هون بس يمكن طلعت، والله ما لي متأكد. بس ما قالت لي شيء، دقيت لها وما ردت. معناها في شيء مضايقها. معناها أصحاب البيوت طاردينكم. إيه والله هيك صار أخي صالح، وراحين على بيت عاكف. بس يا شباب سكان البناية بلشوا يحكوا علينا، ومتضايق منهم كتير. شكلي أنا كمان عن قريب رح أتقلع من هالبيت. أحسن شيء أنتوا ثلاثة لقوا بيت لحالكم وسكنوا فيه مثل الخلق. شو هي كل واحد ساكن لحاله؟ إيه مو حالك؟ والله أنا موافق. أخي إذا أنت موافق أنا كمان موافق. يعني أكيد ما رح أقول غير هذا الحكي. وأنا كمان معكم.
لك يا رجل انت زلمة متزوج، شو بدك تعمل ببيت العزابية؟ لك والله أنا مشتهي أعيش معكم. عم قلك اتركني بحالي، بترجاك خلاص هيك عم تخوفني. في شي مشكلة فايزة خانم؟ أوزان رجع اتصل واليوم بعت لي هاي الصورة كمان. كأنه القصة خطيرة، خايفة منه كتير. إذا بتريد ممكن توصلني على البيت، بعرف إنه مو حلوة من أول مرة بس. شباب أخونا عاكف اعتبارا من هاي اللحظة دخل مثلث النار لتكونوا بالصورة. ها سبوني انتو، أنا لاحقكم. فايزة خانم صاير عندها مشكلة، حاسس إنه أنت كمان رح تبلش مشاكلك قريبا. معناتها أنا رح أطلب لك تاكسي. ما في داعي، أنا طلبت. معناها لسه ما رجعتي. من امتى هذا المريض ملاحقك فايزة خانم؟ يعني مريض حضرتك. إله سنة ملاحقني، كل فترة بينساني بس بيرجع بيلاحقني. وبعدين فيك تقلي فايزة وبس، صرنا زملاء هلأ. فايزة خانم أحسن. نزلني على اليسار إذا سمحت. بظن ما عاد في أي مشكلة إن شاء الله. كنت عرفان وليه؟ كنت عرفان؟ بعرف إنك عم تخونيني، محرزة وليه؟ آه؟ جاوبي ليش ساكتة؟ هذا اللي عم تخونيني معه؟ آه؟ أوزان، إذا بتريد اهدى شوي، اصحك تتصرف معي بجنان. يتصرف بجنان؟ آه، هو مفكر تصرفه طبيعي، طبعاً. صديقي، خلص اهدى هلأ. اصحك تقرب. لا تقرب. اعطيني المسدس بهدوء ماشي؟ انت اخذت مني البنت اللي بحبها ورح اقتلكن انتو الاثنين، رح خلص عليكن. شش، تركوا سيارة الزلمة انت وياه، شو عم تعملوا فيها؟ شو بها سيارتي؟ خلص تمام اهدى. Ah.